في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الشرق الأوسط، قررت السلطات التركية حجب موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام في البلاد، مما شكل صدمة للمستخدمين في البلاد ولفت أنظار وسائل الإعلام العالمية إلى ما يحدث في بلاد العثمانيين. فدون إبداء أسباب واضحة وبشكل فوري، أعلنت السلطات التركية حجب موقع إنستغرام بعد أيام قليلة من اغتيال رئيس مكتب حركة حماس السياسية إسماعيل هنية في زيارة مباركة بتولي رئيس إيران الجديد المنصب في البلاد. السلطات التركية لم تخش دعاة الترويج إلى أن الأمر لا يتجاوز كونه ضد حرية التعبير، وأعلنت حزمها بوضوح لحجب الموقع العالمي وسط تأكيدات داخلية على أن القرار الثوري لم يكن مجرد قرار عادي، وإنما هو بمثابة بداية العاصفة التي ينتظرها الجميع في الشرق الأوسط. أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية BTK بشكل مفاجئ حجب منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستغرام في واحدة من أكثر التطورات الجانبية في الشرق الأوسط، والتي تأتي في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل أيام قليلة في مقر إقامته بمبنى قدام المحاربين شمالي العاصمة الإيرانية طهران، على خلفية مشاركته ووفد مرافق له في أعمال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بشكيان، بدون إبداء أسباب وجيه للإعلان المفاجئ بحجب موقع التواصل الاجتماعي أو تحديد مدة معينة لذلك الحجب. قالت السلطات المختصة في دولة تركيا إن الأمر تم لأجل غير مسمى، إذ أن التطبيق على الهاتف الجوال لم يعد متاحا للاستخدام أمام الجماهير التركية. الأسباب ربما لم تعلنها الهيئات المختصة على الملأ، لكن تصريحات المسؤولين الشخصية باحت بالسر الغامض والذي يكمن فيما حدث لإسماعيل هنية، إذ انتقد رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتونا في تصريحات جريئة منصة إنستغرام والقائمين عليها على خلفية تعليق منشور للحكومة التركية تعلن فيه مشاطرتها التعازي في اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. وقال ألتون في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة إكس إن الأمر مجرد رقابة بكل بساطة، في الوقت الذي لم تعلن فيه المنصة أن القرار كان سبب من ورائه انتهاكا لسياستها. في الوقت ذاته التزمت الشركة الأم لمنصة إنستغرام ميتا بلاتفورمز الصمت، ولم تدلي بأي تعليق على مسألة حجب إنستغرام داخل الأراضي التركية أو حتى تصريحات رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية. في أعقاب قرار الحكومة التركية بحجب موقع إنستغرام، يبدو أن هناك علاقة وثيقة بين هذا الإجراء والحادث الذي وقع مؤخراً والذي أدى إلى وفاة إسماعيل هنية في طهران. يعتقد أن القرار قد يكون مرتبطاً بتطورات أمنية وجيوسياسية في المنطقة، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدت وفاة هنية، الذي كان شخصية بارزة في حركة حماس وذو تأثير كبير في السياسة الإقليمية. يتزامن حجب إنستغرام مع تسارع الأحداث في الشرق الأوسط، حيث تتزايد الضغوط الأمنية والسياسية التي تواجهها تركيا في سياق أزمات إقليمية. التقارير تشير إلى أن السلطات التركية قد تكون قامت بهذا الإجراء لمنع تداول المعلومات والتكهنات التي قد تسهم في تصاعد التوترات، أو حتى لتفادي أي تلاعب بالمعلومات حول حادث هنية. إن حجب وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام يمكن أن يفهم كوسيلة للسيطرة على المعلومات المتداولة وحماية الأمن القومي في وقت حساس. إذا كان قرار الحجب مرتبطاً بحادث وفاة هنية، فإن ذلك يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها تركيا في محاولة التوازن بين تأمين استقرارها الداخلي ومنع انتشار المعلومات التي قد تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي. في النهاية، يظهر هذا الإجراء مدى تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة، وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث الكبرى على السياسات المحلية والدولية. وفي فجر يوم الأربعاء في 31 يوليو، شهدت المنطقة حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وذلك بعد حضوره حفلة تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بشكيان، ورغم عدم تبني الكيان مسؤولية الحادث المروع عبر إطلاق الصاروخ من بلد آخر وليس من داخل إيران وفقا لقناة الميادين، فيما تقول أخرى أن الصاروخ الذي استهدف هنية أطلق من داخل إيران وليس من طائرة أو مسيرة، فيما أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن قذيفة دمرت أجزاء من سقف ونوافذ منزل هنية الواقع في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الزعفرانية، مشيرة إلى أن تحقيقات أظهرت أن إسرائيل قد تكون وراء هذه العملية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت بأن عبوة كانت مخبأة في مجمع شديد الحراسة حيث كان هنية يقيم في إيران، تم إخفاؤها قبل شهرين تقريبا في دار الضيافة،
انفجرت في المجمع المعروف باسم نشأة شمال طهران. من جهته نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن عملية الاغتيال بعبوة زرعت مسبقا في غرفة نوم هنية بالمقر الرسمي للحكومة الإيرانية في طهران، تعتمد على تقنيات متقدمة من الذكاء الاصطناعي تم تفجيرها عن بعد من قبل عملاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة. أمر الحجب لم يمر مرور الكرام داخلياً، إذ أن قرار هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية BTK الذي اتخذته بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار أثار موجة واسعة من التفاعل ما بين مؤيد ومعارض داخل الأوساط التركية، ضجة عارمة واستياء بالغ لبعض السياسيين والنشطاء عبر منصة إكس يتحدث على أن القرار ينتقص من حرية التعبير في بلاد الأتراك. هذا القرار يأتي في ظل تصاعد الجدل حول حرية الإنترنت وحماية الخصوصية، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وتأثيرها على المستخدمين في تركيا. قرار الحجب الذي جاء في وقت يشهد فيه العالم تحولات تقنية وسريعة يطرح العديد من التساؤلات حول التوازن بين التنظيم الرقابي وحقوق الأفراد في عصر المعلومات. في هذا التقرير سنستعرض خلفيات القرار، ردود الفعل المحلية والدولية، والأبعاد المحتملة لهذه الخطوة على حرية التعبير والرقابة الرقمية في تركيا. فالقرار الذي يهدف إلى معالجة ما تصفه الحكومة التركية بوجود محتوى مضر أو مخالف للقوانين المحلية قد أثار تساؤلات حول حدود الرقابة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي وحرية التعبير في البلاد، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن الوطني والقيم الاجتماعية، فإنها قد تثير نقاشات حول تأثير هذا الحظر على المستخدمين والأعمال التجارية المتصلة بالمنصة، في الوقت الذي يعبر فيه العديد من الناشطون والمراقبون عن قلقهم بشأن تداعيات هذا القرار على الحقوق الرقمية. يستمر المحللون في متابعة الأثر المحتمل لهذا الإجراء على العلاقة بين تركيا والعالم الرقمي. في هذا السياق يبقى التساؤل الأبرز، ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الحظر؟ وكيف سيؤثر على المشهد الرقمي في تركيا على المدى الطويل؟